وبعيداً عن عالم الفن، تعتبر ريهام الأمومة حلم تحقق وتعيشه يومياً مع أولادها يوسف وفاروق، وكانت لحظات ولادتهم الأجمل في حياتها، وهي لهم صديقة وأم، وتغرس فيهم صفات الحب والاحترام والتقدير. كل هذه الصفات أخذتها من والدها الفنان الراحل أشرف عبد الغفور، اللي كان الأقرب ليها كأب وصديق، ترك فقدانه بحياتها فراغ وألم كبير. وريهام ما تحسب عمرها بالأيام والسنين، لكن بالتأثير الإيجابي اللي قدرت تتركه في حياة الآخرين، وبالحب والفرح اللي تقدمه لأحبابها وجمهورها. واليوم ريهام عبد الغفور على طاولة النواعم حاملة رسالة تقول إنه هذا العالم ما يشفى من كل أوجاعه إلا بالمحبة، فكونوا محبين وداعمين لبعض، ما تحكموا على بعض، لأنه بالنهاية إحنا كلنا مخلوقين عشان نساعد بعض. تقرير حيل عجب قوي. طبعاً بنشكر علا أبو علي على هذا التقرير. هل حسيت إنه هذا التقرير لامسك جداً أو عبر عنك بصدق؟ جداً، هو بالضبط، يعني لسان حالي تماماً، يعني حسيتي جداً. طبعاً إحنا يعني أنت امرأة متزوجة وبرضو امرأة عاملة وممثلة، إيش أهم هذه الأدوار في حياتك؟ الأم أكيد ممثلة. بالتأكيد أولوياتي أولادي، يعني أولادي. الأمومة وأولادي هو أول حاجة تهمني، يجي بعديها يعني شغلي وكده، وهو مهم قوي برضو عندي، يعني مهم جداً، أنا بعشق شغلي وبحبه قوي، يعني بعمل عشانه كل حاجة، بس دافنتلي لو هخير يعني يبقى في حاجة رقم واحد أكتر هتبقى أولادي دافنتلي. هذا الشيء جميل، وخصوصاً إن احنا نعرف إنه أنتي مريتي بتجربة الزواج المبكر. وهذا أول محور احنا رح نتناقش به اليوم، هو الزواج المبكر. زواجش بعمر 21 مظبوط، وما شاء الله يعني صار عندك أولاد بأعمار مختلفة وفارق كبير بينهم. أيوة، بس اللي نعرفه عنك إنه أنتي ما تنصحيهم بإعادة هاي التجربة، فليش؟ طبعاً أنا برضو مش عايزة أعمم، لأن كل تجربة بيبقى ليها الظروف بتاعتها وحاجاتها، ففي ناس بتتجوز بدري وتكون مستريحة ومبسوطة، وفي ناس بتتجوز متأخر وتكون مستريحة ومبسوطة، فكل حد عنده his own experience يعني أو her own experience. فأنا in my experience أنا كشخص already بقلق وبتوتر وحاجات زي كده، فكان بالنسبة لي الجواز مسؤولية كبيرة قوي على سني، فكنت ببقى ستريسد اكتر من انجوينج اي حاجه، يعني حتى موضوع ان انا خلفت ابني الكبير يوسف ده اقرب صاحب ليا، حبيب قلبي، الله يحفظه ان شاء الله، اكتر حد بيستوعبني، صديقي يمكن، يعني هو صديقي المقرب، ومع ان هو ابني لكن انا باخد رايه وكلامه يمكن بيمشي عليا اكتر من اي حد تاني، فلاني بثق قوي في دماغه وفي بانسانيته، وهو ما شاء الله عليه سابق قوي سنه انسانيا ما كمان. شاء الله. However ان انا قد ايه فخوره ومبسوطه وكل دوت، بس انا لما خلفته بدري حاسه ان انا من كتر ما كنت بخاف عليه وعندي اوبسيشن بيه وبخاف مرعوبه عليه، ما عرفتش انجوي قوي مراحل حياته زي ما انا بقى انجوي دلوقتي مع ابني الصغير، لاني بقيت اهدى شويه، بقى عندي اكسبيرينس اكتر في موضوع الخلفه، جربت قبل كده، هديت شويه في الموضوع، فعارفه اشوف تطوره، اشوف هو بيكبر. يوسف كنت مرعوبه طول الوقت اكتر بيها شيخه، عشان كده لان انا كمان خلفت بعد 9 شهور، فالموضوع كان بالنسبه لي كل شيء جديد، يعني كل شيء جديد وصحيح، كل حاجه على سني الصغير، على شخصياتي القلوقه، فكل دوت ما كانش مساعد قوي.